إلا بعد. بعد، لأنه لو اكتشفها وعرفها يستطيع أن يحقق بها أهدافه، وربما تبدو له طموحات يريد تحقيقها فيسعى إليها بطرق علمية وبخبرة ذاتية، ومن ايضا من هذا العلم الكبير الواسع الذي هو يعتبر علما حديث في الحقيقه. علم حديث، ما نعم. سطرت ناديه لنفسها مثلا؟ في الحقيقه انا ما سطرته لنفسي، خاصه انا اركز على المجال الادبي في الكتابه والشعر. الكتابه والشعر بين يدي. نعم. حديثه الروح هي روايه صدرت لك عن دار الاداب هكذا؟ نعم، دار الاديب. دار الاديب للنشر والتوزيع. نعم. هي روايه تتحدث عن الروح، والروح من أمر ربي. يعني ما الذي أردت البوحة به من خلال هذه الرواية؟ هذه رواية عبارة عن تتحدث عن كما شاهدتم في الصورة عن امرأة عاشت عديد من المشاكل والضغط النفسي في جميع مجالات حياتها، سواء كانت مهنية أو دراسية أو علاقاتها العاطفية ولا الاجتماعية، وهي وعاش في مرحلة اكتئاب. كيف تستطيع، هنا وضعت استشارة وكنت دائما في البطلة، هنا وضعت بطلة كمستشارة يعني أستاذة جامعية وغير ذلك. لن تحدث عن مضمون الرواية كاملة، لكنها يعني إن شاء الله بإذن الله هي تحتوي على بطريقة هذه الرواية فيها استراتيجية كيف نخرج هذا الإنسان ولا هذا الشخص من مرحلة الضيق والاكتئاب إلى مرحلة تحقيق الطموح والأهداف وبداية أخرى وأشعر جديدة. ببطلة الرواية أنها أنت، هي شعرة فاصلة ممكن بين الرواية، بين المتخيل والواقع. يقال أن الكاتب لا يمكن، هي روايتك الأولى أليس كذلك؟ نعم. لا يمكن أن يخرج من شرمقة نفسه إلا إذا كتب عن نفسه، هل هذا صحيح؟ طبعا هو في الحقيقة أن الكتاب والأدباء يقولوا بأن الكاتب الحقيقي هو الذي يوازي ويتمثل في أقدار، لابد أن تكون أقداره تشبه أقدار المحيطين به في العالم، سواء وشخوص الرواية أيضا. نعم أكيد طبعا لازم تكون بهذا الشكل، لأنها احنا عندنا دائما الأدب هو مرآة المجتمع، وهو لازم يخرج زعما بعبرة منتقات يستنبطها القارئ من خلال هذا الكتاب. ننتظر منك تجارب روائية أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، هذه فقط ذكرتيني، هذه جزء أول أنا من مشروع 3 أجزاء إن شاء الله، ما زلت أنتظر أن نكتب فيها في الجزء الثاني. جميل. وإن شاء الله يكون لها الجزء الثالث بإذن الله. وأخيرا صدر لك مجموعة قصصية أيضا، تجربة نعم. قصصية من الرواية إلى القصة، ومن تحط على نصوص مسرحية أيضا. نعم إن شاء الله، عندي الكتاب الأخير طبعا مؤخرا وليس هو الأخير إن شاء الله، عن أحاسيس متمردة. هو عبارة عن مجموعة قصصية تحتوي على احنا نقولوا قصص، اني وظفت فيها نوع من الرمزية، ودائما كنت دائما امزج الادب بعلم النفس، دائما حاولت نخرج من الاطار زعما العادي، نحاول اني اتعمق اكثر في النفس البشرية بوسيلة الكتابة والادب. تدرب في التنمية البشرية في رواياتك وهذا جميل. أكيد واحد نعم يعني يتنفع بوش يقرا. بين يدي ايضا مسرحية قرة عيني العلم، هو نص مسرحي هكذا؟ نعم، نص مسرحي موجه لفئة الأطفال من 12 سنة لفوق. هو يتحدث أو يرسخ الهوية الوطنية في أبنائنا، ويتحدث كما لاحظتم العلم الجزائري وألوانه ومعانيها. والأبطال دائما الأبطال يكونوا أطفال، لأنه عالم طفولة. عالم طفولة. جميل. نعم أكيد جميل. لماذا الكتابة للطفل نادية؟ هل هناك نقص في هذا المجال في الجزائر؟ في الحقيقة هي الكتابة اللي هنا عندنا كتاب في الجزائر يكتبوا للطفل، هي فقط طموحي خاص بي أنا منذ اللي كنت صغيرة، زعما بداية الكتابة هذه اللي بديتها منذ الطفولة. يعني مؤخرا فقط بدأ عندي وعي أني أطبع وأني نزيد شجع لهذا الأمور. يعني كنت عندي هذه المسرحية أكتب لمسرح الطفل، وأيضا مسرحية اجتماعية للكبار، وعندي أيضا قصص من بعد نحكي عليها. هذه هي المسرحية الغوي. مسرحية الغوي معناتها التائه عن نفسه ومن ما حوله. الكتابة المسرحية. نعم. الهيئة العربية للمسرح أطلقت حديثا نعم. يعني مسابقة
حول مصر مسرحيه الجزائر، هل تنوين المشاركه ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليكي. طبعا انت قاصه وروائيه وايضا كاتبه للنص المسرحي. نختم بقصيده لان ضيفتنا ايضا شاعره. نعم. من اختيارك ناديه، تفضلي. نعم شكرا. هنا عندي قصيدة شعرية من الشعر الموزون المقفى، أطياف وعودة. هذه القصيدة كنت أنا سجلتها كفيديو في قناتي الخاصة، قناة اليوتيوب. نبدأ نقرأ؟ قرأي لي تفضلي. بسم الله. طوى جفن ليلي العبوس ليالي، ولملم دمعي الجار عقم أمانية. تناسى هواك، تناسى هواك، ثم واءل يرتحل منك، وأحكم هجرا دار فيه أماليا. مضى يتجرع، مضى يتجرع اصطبارا طغى فيه، تمرد قلب عيته أحلاميا. وما كاد، وما كاد عن نسيانه استوسم الرجا، لحتى دنا مرآه يعن لعينيا. يحدث جمعا ناظرا صوب إنني، لمن صوته الحبيب قد غف سمعيا. ويثبت مسكتا الكلام كأنما يريد من القول أمورا عنت ليا. لمحت في عينيه، لمحت في عينيه روحي تراقصه، وتحكي له ذكراه أو قتل حبيا. جميل جميل جميل، شكرا لك نادي.